السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يبدو أن الناس بالصيف بقى فرصة، فيعني احنا كمان لسه جاي من مصيف يعني، بس معسكر إيماني يعني. يبدو أن الناس لسه بتصيف، فننتهزها فرصة بقى ونتكلم عن موضوع في غاية الجمال يا إخواني، يعني موضوع رقراق جدا جدا جدا، والواحد يعني نفسه يتكلم عليه دائما، ولكن هذه فرصة طيبة بقى في جو الخشوع اللي احنا فيه ده نتحدث عن: هل صليت على النبي اليوم؟ هل صليت على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اليوم؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز عمرنا احنا غفلين عنه. النهاردة عايزين يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على قلوبنا ونفهم يعني ايه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهم ثوابها، نفهم فضلها، نفهم ثمارها، نفهم ازاي نصلي عليه الصلاة اللي تخلينا معاه في الجنة باذن الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. انا مش عايز لسانك يبطل معايا النهاردة ولا لسانك يبطل معايا النهاردة، سواء الرجالة اللي في المسجد او الرجالة اللي على النت باذن الله، انا مش عايز نبطل الليلة يا اخواني عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام دي كلمة مش عايزين نبطلها الليلة ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. والامام بيقرأ في صلاة المغرب قول الله سبحانه وتعالى: واذ صرفنا الى نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. تذكرت ان ديت اسود لحظة، اصعب لحظة مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام في السيرة كلها. لما كنت تسأل بعض الصحابة اصعب لحظة مرت بالسيرة، يقول لك لحظة احد لما النبي عليه الصلاة والسلام كان هيتقتل، وجيش المشركين كان هيقتل النبي وجرحوا النبي عليه الصلاة والسلام. انما لما النبي نفسه تسأل اصعب لحظة، قال اللحظة اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب دي، لان الصحابة كان بالنسبة له اصعب لحظة لحظة اذى النبي عليه الصلاة والسلام. انما النبي بالنسبة له اصعب لحظة لما كل طرق الدعوة اتقفلت، لما اطرد من مكة وراح الطائف اطرد من الطائف. سبحان الله، نفس المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي فيه، نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف يصلي فيه هو اللي بقى بعد كده ميقات احرام اهل الطائف، وهم يذهبون يقولون لبيك اللهم لبيك. نفس الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفق فيه، ماشي كيلومترات ما هواش عليه الصلاة والسلام غير مستفق، النبي من الصدمة ومن الألم ومن الهم عليه الصلاة والسلام. هو نفس الطريق اللي النبي أحرم منه عليه الصلاة والسلام وهو راجع من الطائف بعد غزوة الطائف، بعد ما فتح مكة راجع من الطائف على مكة في العمرة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، قضية الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين النهاردة نعيش مع بعض. اللي معاه ورقة وقلم أنا عايزه يعني يمسك ورقة وقلم كده ويبدأ واحدة واحدة كده يكتب معايا. لما هتيجي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هتفتكر إيه؟ دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، احنا عايزين الكلام بتاعنا يبقى كلام عملي جدا، لأن زي ما ركزنا في العشرة من ذي الحجة ركزنا على قضية الذكر، ركزنا ازاي نعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أنواع الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصلاة على النبي ذكر لله، ما الصلاة على النبي فيها اعتراف بأن الله أرسل الرسل، وفيها اعتراف بأن محمد من عند الله، وفيها إقرار باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فأي ذكر أعظم من هذا؟ الذكر، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين نبدا بقى نعد مع بعض يا اخواني، لكي واحنا بنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام نستشعر ايه، واحنا بنصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام نستشعر ايه. اللي معاه ورقه وقلم يطلع ويبدا يكتب عنصر عنصر، نقطه نقطه، واللي معهوش ورقه وقلم يسمع ويركز، ولما يروح يسمع الدرس ده تاني ويبدا يرتب. ليه؟ لان الدرس ده او المحاوله اللي احنا بنحاولها مع بعض الليله دي بتمثل عباده مش عايزين ننفعل بيها دلوقتي، نروح نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام نص ساعه وبعد كده خلاص عليه العوض. احنا عايزين ده يبقى خط في حياتنا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. النهارده كان الجمعه، الجمعه ده اكثر يوم ندبت فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى انت هتفتكر الكلام ده كل يوم جمعة. يبقى انت هتعلق خلاصة هذا الدرس بإذن الله قدام السرير بتاعك، قدام المكان اللي انت بتذاكر عليه، عشان تفضل تفتكر على طول هل صليت عليه اليوم، وتفتكر لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، او ماذا تستشعر وانت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تبقى صلاة مثمرة، صلاة تقربك من الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكثركم صلاة علي هو أقربكم مني منزلة. بهذه الكلمة نفتتح فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا أصلي عليه؟ ماذا أستشعر وأنا أصلي عليه؟ رقم واحد، أستشعر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أستشعر فضل الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إيه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة؟ أول حاجة، فإن أكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلة. يعني أنت بتنشن على فردوس أعلى، يعني أنت بتنشن على جوار النبي، في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة الوسيلة، أعظم منزلة في البشرية كلها في الجنة. يبقى كل ما هتكتر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما هتبقى أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فإن أكثركم علي صلاة، احفظها، حطها حلقة في قلبك. فإن أكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه فإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. يبقى مين اللي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم؟ يرفع إيده كده. مين اللي أكثر من الصلاة النهاردة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة اللي انت صليتها على النبي معروضة على النبي. كنت مع بعض اخواني النهاردة الفجر كده، قعدنا عملنا جلسة الضحى، يعني نقرأ من هذا الكتاب شمائل المحمدية للترمذي تحقيق شيخ الألباني، ونقعد نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد بيحس ان حياته كلها بتتملي بركة لما بيجي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بيحس ان الابواب المقفولة بتتفتح والله يا اخواني، وان الابواب وان القلوب بتلين، وان الطريق المضلم بينور لما الواحد بيصلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انت صلاتك معروضة على النبي. يعني معروضة على النبي؟ يعني النبي عارف النهاردة ان في واحد اسمه محمد ابراهيم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كتير جدا، واتعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، يعرفك ويطمئن على حالك، ويعلم قربك من الله سبحانه وتعالى، ويحبك. فهذه من ثمار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، انه يحبك. تخيل بقى لو احبك النبي حب خاص، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشفع عليك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قد ايه. غير ان الصلاة عليه بتخليك انت نفسك تحبه. ما انت الناس حبت الدنيا ليه؟ من كتر ما عادت تتكلم على العربيات والفلوس، تتكلم على الفلوس على الفلوس على الفلوس، الناس في الاخر عصمت الفلوس وحبت الفلوس. طب لما احنا نقعد بقى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونفتكر مواقفه العظيمه، هيجي في قلوبنا حب النبي وتعظيمه، هنحبه. ويحشر المرء مع ايه؟ مع من احب. لو انت حبيته في الحشر معاه يوم القيامه، يا رب انا ما عملتش اعمال توقفني مع حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن من كتر الصلاه عليه تبقى معاه يوم القيامه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه، فان صلاه امتي تعرض علي يوم الجمعة. يعني مش بس صلاتك يوم الجمعة، ده انت صلاتك طول الاسبوع تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. مش بس صلاتك على النبي يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يوم الجمعة، فأكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلة. فأكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلة. مش عايز تقرب من حبيب الله عليه الصلاة والسلام؟ مش عايز تبقى قريب من قلبه؟ مش عايز تبقى قريب من منزلته في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين. عارف كلمة سياحين ديت؟ في الدنيا كلها. ليه؟ يبلغون السلام من أمتي. يبقى في ملائكة ربنا خصها سبحانه وتعالى عشان عبادة واحدة بس، عبادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الحديث المبهر ده، اسمع الحديث اللي يخطف القلب ده، كل هذه الأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى الحديث العظيم ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه، من صلى علي من أمتي. انا مش شايف الناس قاعدة تقول عليه الصلاة والسلام ليه، انا مش
يا ابني لاخر الدرس بقى ابدأ اتمرس انك تسمع عن النبي وانت قاعد تصلي عليه تمهيدا، لان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ديت زي ما هنقول الوقتي يوم الجمعة يبقى عندك ورد ثابت، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجمعة بساعة، قبل المغرب من العصر للمغرب هتقعد جلسات ضحى بالصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. طول ما انت ماشي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هتقوم ليل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن احنا عايزين هذه الصلاة تبقى صلاة حية في قلوبنا ومثمرة في حياتنا، وهو ده الهدف اللي احنا بنحاول فيه مع بعض الليلة بإذن الله، ان احنا نبدأ نوصل لقيمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحس بإيه ونفتكر إيه واحنا بنصلي عليه عشان قلوبنا تنور بالصلاة عليه الصلاة والسلام. كنت بقول حديث إيه؟ ها؟ مين اللي صاحي معايا؟ من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشرة ورفعه الله بها عشر درجات وكتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ده بإيه؟ عليه الصلاة والسلام. او بالنص التاني من التحيات، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، او بعليه الصلاه والسلام، او بصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الامر في سعه، انك انت تصلي على النبي مره عليه الصلاه والسلام 10 درجات ترفع، يبقى الصلاه على النبي بترفع مقامك في الجنه، بتاثر على مقامك في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثركم علي ان اولى الناس بي يوم القيامة. شوف الحديث ده بقى، ان اولى الناس بي يوم القيامة. يعني ايه اولى الناس بي يوم القيامة؟ يعني اولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ساعة الشرب من الحوض، يعني اولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو مليارات من أمة محمد جاية على الحوض يوم القيامة، انت هتروح فين من وسط كل دول؟ فالنبي بيديك مفتاح عليه الصلاة والسلام، بيقولك ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة عليه الصلاة والسلام. يبقى اولى الناس، اكثر الناس حظا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اكثر الناس حظا من القرب من النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، اقرب الناس حظا من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اكثرهم علي صلاة. ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. يعني تخيل كده، ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الا رد الله الي روحي فارد عليه السلام. يعني ما فيش واحد يقول عليه الصلاة والسلام الا والنبي يرد عليك. تخيل بقى اللي بيرد عليك مثلا مش بتقول لي ملك سلام عليكم، لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي بيرد عليك النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل اي شرف هذا، اي شرف. لما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول في الاثر الصحيح، لما سيدنا علي بن ابي طالب يقول كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. سيدنا عمر يقول كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعائك محجوب من غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دعائك واقف ما بيتفتحلوش أبواب السماء حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده في صلاة الجنازة قبل ما بندعي للميت بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لتفتح أبواب السماء للدعاء للميت. يبقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إجابة الدعاء، وعدم الصلاة عليه من أسباب عدم إجابة الدعاء. المفروض قلوبنا ترق لهذه المعاني يا اخواني، المفروض قلوبنا ترق لهذه المعاني. المفروض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي عبادة ذوي القروب الرقيقة، اهل حب النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، في رواية اذا مضى ربع الليل، وفي رواية اذا بقي ثلث الليل يعني عند الثلث الاخير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصحي الصحابة لقيام الليل، كان بيصحي المدينة المنورة لقيام الليل، يقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أيها الناس من خاف أدلج ومن أدلج بلغ، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيصرخ في الناس، بيصحي الناس عليه الصلاة والسلام.
شوف النبي وحرصه على الأمة قد ايه، شوف النبي وحرصه على عبادة قيام الليل قد ايه. تخيل كده او تخيلي لو النبي هو اللي تحت بيتك بيناديك عشان تصحى لقيام الليل، يبقى معناه قيام الليل ده عبادة مهمة قد ايه. يبقى معناه النبي عليه الصلاة والسلام حريص على انه يربط قلبك بجلال ربنا قد ايه، ان الفرصة بتاعت اجابة الدعاء دي ما تروحش عليك قد ايه. فأبي بن كعب استيقظ او كان مستيقظ ساعتها، فقال والسلام يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك. شوف الحديث الخطير ده بقى، اني اكثر الصلاة عليك فاجعل لك جزء فاجعل لك ربع صلاتي يا رسول الله، ربع الدعاء بتاعي او ربع القيام بتاعي اخليه صلاة عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ما شئت، فان زدت فهو خير لك. فان زدت فايه؟ فهو خير لك. الكلمة دي خطيرة جدا، فإن زدت فهو خير لك، كل ما هتزود كل ما هتشوف خير في دينك ودنياك. قال أجعل نصف صلاتي لك، قال إن شئت، فإن زدت فهو خير لك. كلمة تتعلق قدامك كده شعار، فإن زدت فهو خير لك. قال له أجعل ثلثي صلاتي عليك، أخلي رسول الله ثلثين قيام الليل عليك او تلتين الدعاء بتاعي كله صلاة عليك انت يا رسول الله. قال ما شئت، فان زدت فهو خير لك. قال اجعل كل صلاتي لك عليه الصلاة والسلام. قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك يعني مشاكل الدنيا تتحل، كفاية من الله. ويغفر لك ذنبك يعني مشاكل الاخرة تتحل. في رواية اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دينك ودنياك، يعني ربنا يودي الهم من حياتك. يعني لو من اراد علاجا للهم يقوم الليل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اراد علاجا للهم، جرب كده انك انت الليلة كده قيام الليل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، انك انت تصلي على رسول الله قيام الليل كده وانت بقلب حي وبذهن يقظ وبقلب نشيط وبلسان منطلق وقاعد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الصحابة فرحان مسرور، فقالوا ما لك مسرور يا رسول الله؟ قال إن الملك أتاني فقال أما يرضيك يا محمد أن ربك عز وجل قال ما من عبد ما من أحد يصلي عليك إلا صلى الله عليه بعشرة، وما من أحد يسلم عليك إلا سلم الله عليه بعشرة. فقال رضيت، النبي عليه الصلاة والسلام رضي بهذا الثواب العظيم وهذا الفضل العظيم يا إخواني في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. انتوا بخلة ولا ايه يا عم؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، انت قلب انت لسانك بينسى كل شوية ليه؟ ما تبطلش صلاة عليه. احنا اتفقنا مع بعض الساعة اللي احنا مع بعض فيها الليلة دي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله باذن الله لا تكف من الصلاة على حبيب الله. ضرب لسانك على الذكر بقى، اطلقي لسانك في ذكر الله بقى. عايزين نطلع على وش الدنيا بقى. كان اب بيتشاكل مع ابنه، كان جاب لابنه عروسه غنيه عندها فلوس كتير، فابنه مش عايز، فالاب بيقول لابنه يا ابني حرام عليك، خلينا نطلع على وش الدنيا بقى. فسبحان الله العظيم، فلما سمعت الكلمه دي ضحكت، قلت يا هو ده الطلوع على وش الدنيا ولا ده؟ سبحان الله، الطلوع على وش الدنيا يا جماعه ان احنا نبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى عدات الحسنات شغال وقاربين من الله سبحانه وتعالى، وننال كرامات الذاكرين وننال عطاءات الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر، فطلع الخطوة الأولى قال آمين، طلع الخطوة الثانية قال آمين، طلع الخطوة الثالثة قال آمين. فالصحابة بيسألوه قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. الخطوة الثانية بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. الخطوة الثالثة بعد من أدرك والديه في الكبر ولم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. إيه الرابط ما بين رمضان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوالدين لما سنهم بيكبر؟ إيه الرابط؟
ان تلت ابواب للرحمة لو الواحد عامل ذنوب ايه ربنا يرحمه بسببهم. تلت ابواب للرحمة والمغفرة الشاملة، يعني الصلاة على النبي دي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، مش هيعرف طريق الجنة يوم القيامة، يعني على النار والعياذ بالله. يعني تارك الصلاة على رسول الله ده بعيد عن الله سبحانه وتعالى. من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. متخيل ان اللي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوة النبي ودعوة جبريل، دعوة جبريل بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا اخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي بتفرق معك في الميزان. ليه؟ 10 حسنات في الكفة مع كل مرة و10 سيئات يتشالوا من كفة السيئات مع كل مرة، بتفرق معك في الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا يزحف على الصراط ويحبو مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاته عليه فأقامته وأنقذت، فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدمي وأنقذت. بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجا من السقوط من على الصراط، بسبب الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهي من جاء اخوانا، احنا ليه بادئين اول درس بعد العيد الكبير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاكرين اول درس بعد العيد الصغير كان عن ايه؟ حد فاكر؟ لا، اول درس بدأنا فيه بقى في انطلقنا فيه، حد فاكر كان ايه؟ ايوه، اسم الله البر، اسم الله. فاكرين قلت ايه وقتها؟ قلت احنا بادئين فترة من العيد الصغير للعيد الكبير دي معظم الملتزمين والملتزمات فاترين فيها، المعظم بيجرش فيها للأسف الشديد، للأسف، رغم ان المفروض تكون فترة انطلاق. فقلت لكم احنا عايزين نستفتح يا جماعة عشان ربنا يفتح علينا، عشان ربنا يفتح لنا في ال3 شهور دول نبدأ بأسماء الله الحسنى. اهي دي نية النهاردة، وانا جاي اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانا جاي اتكلم عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من اسباب الفتح. ان كلنا الاسبوع ده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الغافل مننا او المجتهد. المجتهد هيصلي الاسبوع ده وهيكمل مدى حياته ان شاء الله، الغافل والغافلة بقى هيقعد الاسبوع ده يجتهد وبعد كده هينام، انما الاسبوع ده كلنا نجتهد فيه في الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام. فربنا يفتح علينا بقى، لان من العيد الكبير لحد 1 رجب بداية موسم الاستعداد لرمضان 6 شهور ونص يا جماعة، 6 شهور ونص، وبعد كده رجب وشعبان شهرين، 8 شهور ونص على رمضان. عشان كده الفترة دي من بعد العيد الكبير دي فترة الاستقرار التربوي كله، دي فترة المنهجة التربوية كلها، لان رمضان موسم وشعبان قبله موسم، وبعد رمضان داخلين على 10 ذي الحجة موسم ما بين العيد الصغير والكبير. فالفترة من 1 رجب لحد نهاية العيد الكبير دي فترة المواسم، دي فترة الدروس بقى اللي بننطلق في الدعوة وبننطلق في العبادة. انما من اول العيد الكبير دي فترة ايه؟ 8 شهور ونص تربية، 8 شهور ونص طلب علم، 8 شهور ونص سير الى الله سبحانه وتعالى. معايا يا اخواني في الله؟ يبقى اذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن اول نقطة فيها الان، وهي تستشعر ايه وانت بتصلي على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، تستشعر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تاني نقطة، تستشعر ايه وانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستشعر ايه؟ ها، حد منكم يقول ايه تاني يحسه وبيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول يا ها، استشعرش حاجة؟ استشعر ايه؟ ما انت شالم يعني ايه اللي تفكر فيه وانت بتصلي على النبي تسخن في الصلاة عليه اكتر، تقوم تولع بقى ها عليه الصلاة والسلام، ايه اللي تفتكره؟ اول حاجة قلناها الفضل، ب10 درجات، ب10 مرات ربنا يصلي عليا، تقومني على الصراط. ايه ده؟ تخلي ابواب السماء تتفتح لدعائي. يبقى المرة الاولانية كده تخلي كروباتي كلها تفرج، صدقة بديل عن اللي ما معهوش فلوس تعد لي صدقة، سبب لتفريج الكروبات، سبب لملء الميزان بالحسنات، ايه سبب لان ابقى قريب من النبي في المنزلة في الجنة، سبب ان انا ابقى اولى الناس بالنبي يوم القيامة، النبي يعرف اني بصلي عليه ويعرف عليه الصلاة والسلام ويرد علي سلامي. يبقى ده الجزء الاول اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الجزء الاول اللي يلهب حماسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو فضل الصلاة على النبي. ايه الحاجة التانية اللي تخليك تولع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
جميل. ايه كمان؟ ها جميل، استشعار. يعني ايه بقى الذي امرك بالصلاة على النبي هو الله؟ يعني ايه ديت استشعار؟ ايه اللي هي استشعار؟ ايه مقام النبي عند الله. جزاك الله خيرا. يبقى دي تاني نقطة اهو. خلاص يا عم خليكم انتوا اللي ترتبوا الدرس الليلة ان شاء الله. يبقى تاني نقطة ايه؟ استشعار مقام النبي عند الله. عارف يعني ايه؟ لما ربنا يقول ان الله وملائكته، تخيل منظر كون بيصلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون مضارع مستمر على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا يا رب قيمه صلاتنا ايه بعد ما ملك الكون صلى عليه؟ قيمه صلاتنا ايه بعد ما ملكه السماوات السبع صلت عليه؟ انت تتشرف بان تنضم الى الكون في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي اللي بيستفاد منك، انت اللي بتستفاد، انت اللي بتتشرف. الله يعلمك من هو محمد الذي لولاه لكنت فحمة من فحم جهنم والعياذ بالله. من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني ايه مقامه؟ مفيش حاجة اخوانا الواحد ممكن قلبه يعني يتهز فيها بيستشعر مقام النبي زي رحلة المعراج لما النبي عليه الصلاة والسلام طالع ابواب السماوات قاعدة تتفتح امامه عليه الصلاة والسلام، باب السماء الاولى والتانية والتالتة والرابعة، ابواب السماء تفتح امام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا وصل الى السماء السابعة رأى مشهدا باهرا، شاف البيت المعمور، شاف جؤار الملائكة بالتلبية، شاف 70,000 ملك قاعدين يطوفوا كل يوم، 70,000 غير اليوم اللي قبله غير اليوم اللي بعده، منذ خلقه الله لم يتكرر الملائكة عليه. يبقى ملائكة السماء السبعة دول عددهم قد ايه؟ شاف سيدنا ابراهيم سند ظهره للبيت المعمور، سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبة في الارض ربنا اداله جزاء من جنس العمل، اسكنه عند البيت المعمور في السماء السابعة. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان لم يصعد له بشر في التاريخ، صعد الى سدرة المنتهى، ترك ابراهيم وصعد الى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، وعند سدرة المنتهى رأى ثلاث مبهرات، رأى جبريل على حقيقته بالستمائة جناح، ورأى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى اسمها سدرة المنتهى لانها عندها نهاية الكون اللي تحتها ونهاية الكون اللي فوقيها، عالم ما تحت سدرة المنتهى السماوات السبع، وعالم ما فوق سدرة المنتهى العرش وحجاب النور وعالم. وسدرة المنتهى عندها باب الجنة، فالنبي شاف الجنة من برة وشاف سدرة المنتهى وشاف جبريل على حقيقته عليه السلام. تخيل سدرة المنتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما يستطيع، صحيح مسلم، ما يستطيع احد ان ينعتها من شدة الحزن، عليها الوان وفراش من ذهب، ومنظر سدرة المنتهى والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما فيش حد يقدر يوصفها، فيش حد يقدر يوصفها للناس. وحينما تحولت نعيم الجنة نفسه بيتحول يا جماعة. يعني ايه بيتحول؟ يعني يتغير الوانه ويتغير اشكاله ويتغير الجمال اللي فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى بوصفها البديع، ورأى الجنة من بره بقى بروعتها، ثم دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. شوف يا محمد ملك أمتك بقى، لو انتوا تحت مضطهدين ومتبهدلين واهل الباطل قاعدين يسجنوا فيكوا وقاعدين يبهدلوا فيكوا، اطلع شوف ملك أمتك في الجنة شكله ايه. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى. مفيش مخلوق اللي صعد فوق السماء السبعة قلنا مفيش بشر طلعها، اخر البشرية ابراهيم والنبي عداء. سدرة المنتهى دي جبريل نفسه مطلعش فوقها، مفيش ملك ولا مخلوق تحت سدرة المنتهى طلع فوقها، ولا مخلوق من فوقها نزل تحتها. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى وصلت الى مستوى اسمع فيه صريف الاقلام، كتاب القدر الملائكة التي تكتب بامر الله الاقدار. يعني وصل لفين؟ وصل حتى حجاب النور. فلما سألته السيدة عائشة في صحيح مسلم هل رأيت ربك؟ قال نور انا اراه، شاف حجاب النور عليه الصلاة والسلام. ورأى حملة العرش عليه الصلاة والسلام، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام، أو كما قال حبيب الله عليه الصلاة والسلام. يعني يا إخواني النبي رأى واحد من حملة العرش الأربعة، يعني رأى حملة العرش ورأى العرش ورأى حجاب النور. قال تعالى ثم دنا فتدلى، قال أحد المفسرين أي سجد، فسجد في مكان لم يسجد فيه مخلوق لله سبحانه وتعالى. أنت عايز رحلة المعراج دي ربنا بيقول للنبي فيها
شوف يا محمد مقامك في السماء ايه، لو اهل الارض اضطهدوك، لو اهل الارض اذوك، يبقى تصلي عليه وانت تتذكر مقامه عند الله عليه الصلاة والسلام. يبقى النقطة الاولانية تفتكر ايه؟ فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية مقامه عند الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي. انتوا برضو بتصلوش على النبي؟ يا نهار ابيض يا اخي. عليه الصلاة والسلام، انا عايز وانا بتكلم صوت الصوصوة بتاعت عليه الصلاة والسلام بتاعت نطق السين والصاد ديت تبقى مالية المسجد. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يا اخي، بطلوا بخل يا اخي. من ذكرت عنده فلم يصلي علي ابخل الناس. الوقت انا قاعد اذكر النبي ما بتصليش عليه ليه؟ ما انا قاعد طول الدرس وبتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت لازم طول الدرس تفضل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا تبقى من ابخل الناس، وإلا يبقى عندك جفاء. طيب ايه تاني اللي تفتكره وانت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه تاني اللي تفتكره وانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفتكر ايه؟ قول ها يلا. ايه جميل قوي قوي ده. يعني ايه معاناة النبي ديت اللي هي ايه؟ يعني لما اقول لك ابويا شقي عشان يربينا، عشان نطلع في الاخر رجالة محترمين كده واخواتنا ستات محترمين، ابونا شقي، يبقى معناه ان ابونا بيعمل ايه؟ ابونا حاسس ناحيتنا بايه؟ ايه؟ حب النبي لك عليه الصلاة والسلام. ان انت تفتكر حبه ليك قد ايه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا اخوانا، النبي عليه الصلاة والسلام لو ذكرت معاناته لاجلك عشانك انت، منظر رجلين النبي في اخر حياته والعباس شايل كتف وسيدنا علي شايل كتف للنبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان، رجلين النبي خلاص مش قادر انه حتى يمشي عليه عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي ظلت 23 سنة تسعى عشان الدعوة توصلك عشان انت تطلع مسلم، كفاح رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا وهو في مكة مات له 3 اولاد ذكور، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، وما فيش يوم توقف عن الدعوة الى الله. يوم غزوة بدر ماتت رقية البنت الاولى، ماتت رقية يوم غزوة بدر. وبعد فتح مكة ماتت السيدة زينب متأثرة بجراحها اللي اصيبت بيها وهي بتهاجر لما هبار ابن الاسود طعن الدبة بتاعتها فسقطت واجهضت واصيبت وفضلت تتألم 6 سنين من جراح مزمنة لحد ما ماتت متأثرة بالضبن اللي هو الجراح المزمنة رضي الله عنها. ها وبعد كده تموت ام كلثوم وتموت مين كمان؟ والسيدة فاطمة اللي فضلت بشرى بموتها قبل ان يموت عليه الصلاة والسلام. ويوم ان كسفت الشمس مات ابراهيم ابنه في اطول صلاة بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه دفن ابراهيم من ساعتين. ولكن ليس حزنا على ابراهيم وانما خوفا عليك، خوفا علينا، خوفا علي وعليك وعليك من النار. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الام تشق لها الجبال، دفن 7 من اولاده بايديه ولم يتوقف عن الدعوة يوم واحد ولا ساعة واحدة عليه الصلاة والسلام. زوجته خديجة ماتت، كل اللي حبوه ماتوا، حب حمزة مات وقتل، حب مصعب اتقطع قدامه في احد، حب عثمان بن مظعون مرض ومات عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام احفاده اما بنت لم تنجب، واما زي ابن السيدة رقية اللي مات، واما زي حفيدته اللي ماتت. النبي عليه الصلاة والسلام مات له كم حفيد في حياته، ده غير موت ابنائه عليه الصلاة والسلام. ده الواحد بيموت له عيل بيفضل طول حياته مكسور ومقطوم وسطه. النبي عليه الصلاة والسلام كل دول ماتوا له ولم يتوقف عن جهده لانقاذك، ولم يتوقف عن جهده لان يوصل لنا الدين عليه الصلاة والسلام. كل هذه الالام وكل هذا التحمل عليه الصلاة والسلام، استحمل جوع قد ايه؟ لما كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال مفيش في بيته نار، طب الشهرين دول اللي عايش فيه مع التمر والمية لم يكن يكف عن الدعوة الى الله يوما عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الجوع لدرجة انه يخرج من بيته ابو بكر وعمر يقول لهم اخرجني الجوع عليه الصلاة والسلام، خرج من الجوع من بيته عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. 20 سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينام جعان، 20 سنة ما شبعش غير لما فتحت خيبر عليه الصلاة والسلام. كل الجوع اللي استحمله ده عشانك
عشانك، ما هو كان ممكن يسعى على أمر الطعام والشراب ولكن سعى على إنقاذك من النار وتحمل ما لا يتحمله بشر من أجل إنقاذك. عليه الصلاة والسلام يروح يفتح مكة، يخلص فتح مكة يطلع على حنين، تخلص غزوة حنين يطلع على الطائف، تخلص غزوة الطائف يرجع على مكة بالعمرة، يخلص مكة يطلع على المدينة العام الوفود، يسيب الوفود ويطلع على غزوة تبوك، يرجع من تبوك 1500 كيلو متر وعنده 62 سنة ليستكمل استقبال الوفود. مجهود قاتل، مجهود قاتل عليه الصلاة والسلام. في النهاية رجليه ما قدرتش تشيله. سيدة عائشة بتقول كان أكثر صلاة النبي قبل موته وهو جالس. قالوا لها متى؟ قالت بعدما حطمه الناس، بعد ما تحطم جسده وصحته عليه الصلاة والسلام. كل ده عشانك. عليه الصلاة والسلام يرجع من غزوة بني المصطلق، يحصل حادثة الإفك، يفضل المجتمع شهر فيها، يجي أخبار الأحزاب، يفضلوا قرب الشهر في حفر الخنادق، يجي الأحزاب حوالي شهر في الحصار، يتفك الحصار، يطلع في نفس اليوم على بني قريظة. عليه الصلاة والسلام لا ينام من أجل إنقاذك، كل المجهود ده من أجل إنقاذك. لولا لكنت فحم في جهنم، لولا لكنا فحم من فحم جهنم. يبقى افتكر حبه ليك. وهو قبل ما بيموت بأيام يقول وددنا أن رأينا إخواننا، قالوا له أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. لا، ده هو نفسه يشوفك أنت، ده هو نفسه يشوفك أنت عليه الصلاة والسلام. يبقى افتكر حبه ليك. يبقى إذن وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم واحد افتكر فضله عليك، رقم اتنين افتكر مقامه عند الله عليه الصلاة والسلام. افتكر الكون كده ملائكة السماء السبعة بتصلي عليه، صلي عليه عليه الصلاة والسلام. رقم ثلاثة افتكر الحب ليك عليه الصلاة والسلام. رقم أربعة افتكر حاجتك إليه، عشان بقى ايه نبدأ بعد الصلاة بعد الأذان في حاجة جديدة. افتكر حاجتك إليه عليه الصلاة والسلام. انت محتاج له يوم القيامة على الحوض، على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وانت داخل كده وواحد بيجري من وراك. احسب اصحاب محمد ان يستأثروا بي دوننا، ده ابو مسلم الخولاني، وواحد تاني بيجري وراك اينقص الدين وانا حي، ده ابو بكر الصديق، وواحد تالت بيجري وراك انا اتخلف عن رسول الله، ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هتروح فين ساعتها؟ تعرف يعني ايه الحوض؟ الحوض ده اختيار مصيري، الحوض ده اختيار مصيري. اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. الحوض ده اختيار مصيري، الحوض ده معناه يوم الفزع الاكبر، يوم الرعب الرهيب، ده مكان الامن يوم القيامة، ده مكان. انت عارف يعني ايه سماء بتقع على ارض ولا سبع سماوات بتقع على ارض؟ انت عارف يعني ايه ارض بتدك؟ انت عارف يعني ايه جبال بتزول؟ انت عارف يعني ايه ملائكة في كل مكان؟ انت عارف يعني جهنم بتصعر؟ انت عارف يعني ايه ميزان بينصب وصراط بينصب على شفير جهنم؟ ده مكان الامن، مكان الامن يوم الفزع الاكبر، ده مكان الري يوم العطش الاكبر. عارف يعني ايه الناس لما ربنا يستدرج الكفار لجهنم يصورها لهم في شكل مية وهم يقولون نريد ان تسقينا، يجروا يقعوا في جهنم ظنا منهم انها ماء. الحلوق بتتمزق 50,000 سنة، مفيش كولدير زي دهوت في ارض المحشر، مفيش قلة في ارض المحشر، مفيش حنفية مية في ارض المحشر. مكان الري في يوم العطش الاكبر، مكان الامن في يوم الفزع الاكبر، مكان النجاة في يوم الغضب الاكبر. ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. لما ربنا غضب في الدنيا اعصار كاترينا ده لوحده امريكا كلفت فيه كام؟ كام عدد من المليارات؟ بيقولك ان الولاية دي قدامها مش عارف 200 سنة عم تتبني تاني زي ما كانت. ده اعصار شوية هوا اتحركوا، يعني زلزال واحد دقيقة في الارض 30,000 بني ادم ماتوا. بركان واحد سنة 1902 قتل 30,000 بني ادم في دقايق. يعني هذا غضب الدنيا، فما بالك بغضب الاخرة؟ امال غضب يوم القيامة بقى؟ فهذا مكان النجاة يوم الغضب الاكبر. يعني الحوض ده اختيار مصيري، يعني الحوض ده مش مكان انت رايح تشرب كده وخلاص، ولا يظمأ بعده ابدا، ولا يحزن بعده ابدا، ولا يسود وجهه بعدها ابدا. تلات حاجات دول حلوين قوي، بس في تلات حاجات تانيين خطيرين جدا. ان الري يوم العطش الاكبر، والنجاة يوم الغضب الاكبر، والامن يوم الفزع الاكبر. يبقى محتاج، انت محتاج النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة باذن الله وحده، محتاج النبي عليه الصلاة والسلام يبذل عشانك مجهود اكتر من المجهود اللي بذله من اجل الدنيا. يبقى افتكر الحوض، وافتكر حاجتك لان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. افتكر
ان دعائك موقوف ومحجوب بدون الصلاة على النبي، وان جبريل دعا عليك ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وانك تخطأ طريق الجنة ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وانك عند الله ابخل الناس ان لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. محجوب، موقوف، بخيل، بعد، اللي هو دعاء جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام. ونكمل بعد اذان العشاء ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبيد الذين اصطفى، اما بعد، بركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم انتوا بقوكوا ساكت، شكلنا نتشكل مع بعض النهاردة. يلا، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قلبك، العلماء قالك ان اعظم الذكر مش اللي يبدأ باللسان وبعد كده القلب يشتغل، قالك اعظم الذكر اللي قلبك يبدأ بيه وتلاقي لسانك فاض فيه لوحدك. انت نفسك تفاجأ انك بقالك 10 دقايق قاعد تذكر وانت مش حاسس، لان قلبك هو اللي بيذكر عليه الصلاة والسلام. يعني انت قلبك قاعد يقعد ساكت كده من غير صلاة عليه ازاي؟ عليه الصلاة والسلام. يعني بدأت يعني كرامات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تيجي، وبعض يعني قصص إخواننا الذين يعني أحد أبائنا الفضلاء رزق الحج ولم يكن ينتظره أبدا، ولم يكن له أن يحج على كلامه، يعني كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة في اليوم. يعني ياما والله يا جماعة، ده صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الفتوحات ما لا يوصف، ما لا يوصف. عايزين نقفل الكلام بتاعنا، يعني من اعظم الحاجات اللي انا شخصيا بحس بها وانا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قلب محمد وشمائل محمد عليه الصلاة والسلام. شمائل المحمدية ديت مع بعض اخواني يعني عملنا مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 3-4 مرات كده، خدنا الشمائل فيها من اولها لاخرها، نسمع شمائل النبي ونصلي عليه. انك انت تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع سيدة عائشة في قمة الشهوة، مراته الجميلة الشابة الصغيرة اللي بيحبها، اكتر واحدة بيحبها في الدنيا، يقول لها ظريني اتعبد لربي، بعد ما مس جلده جلدها ويقف يصلي لحد ما يبل الارض عليه الصلاة والسلام من الدموع. الايمان والشوق الى الله طغى على كل شهوة للجسد عليه الصلاة والسلام. لما النبي يواصل 3 ايام ورا بعض الصيام 72 ساعة من غير لا اكل ولا شرب الا شربة مية المغرب، وبيقوم الليل وبيدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله، النبي عليه الصلاة والسلام من اين اتى بهذه الطاقة؟ يعني معناها اخواننا ان الروح من كتر ما سمت بالشوق الى الله لغت الجسم، جسم الانسان اتلغى. لما تقعد تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في الجهاد في سبيل الله، ينام وبعد كده يقوم يفضل يصلي، وبعد كده جسده والارهاق القاتل يغلبه ينام، وبعد كده يقوم يفضل يصلي، وبعد كده جسده والارهاق القاتل يغلبه ينام، وبعد كده يقوم يفضل يصلي. الصراع ما بين قلب متوهج بالشوق لله وما بين جسد مقتول من التعب. النبي عليه الصلاة والسلام قلب مع الله. متخيل انسان هاجم عليه 3000 جندي من جنود المشركين وهو مع الله في غزوة احد، جيش المشركين هاجم عليه وبيقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، وفي حد يفكر في ده في الوقت ده؟ ساعة الهزيمة قلبه مع الله، بعد احد يقول اصطفوا حتى اثني على ربي، ساعة النصر قلبه مع الله، في فتح مكة يدخل مكسور ظهره للامام عليه الصلاة والسلام من الانكسار لجلال الله، ساعة الخطر قلبه مع الله، مشركين يحصروا في الغار ولو نظر احدهم تحت قدميه لرأى وهو يقول اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ساعة الفزع قلبه مع الله، ليلة بدر واخدها كلها دعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ساعة الفتح قلبه مع الله في المعراج حينما فتحت له مشاهد السماوات ما زاغ البصر وما طغى، قلبه مع الخالق مش مع المخلوق، حتى لو مخلوقات عمره ما شافها ولا تخيلها قبل كده، ساعة الموت قلبه مع الله بل الرفيق الأعلى، وقبل أن يموت يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. حدش حبه تخلى القلب إلا ربنا بس سبحانه وتعالى. في النوم قلبه مع الله، إن عيني تنام ولا ينام قلبي، وإذا سمع الأذان وثب عليه الصلاة والسلام، منبه رباني اسمع أذان الفجر بعد نومة السحر الأعلى يثب عليه الصلاة والسلام، مش يقوم يثب عليه الصلاة والسلام.
في ساعة الأذان قلبه مع الله كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أول ما يسمع كلمة الله أكبر في الصلاة قلبه مع الله. صحابي واقف بره بيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قاعد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، قلبه بيجقر عليه الصلاة والسلام وهو في كل ظروف حياته قلبه مع الله عليه الصلاة والسلام. معجزة النبي تعلق قلبه بالله مهما كان الظروف، في الهزيمة في النصر في الخطر في الأمن في الفتح في الأزمات عند الموت قلب عايش فوق مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده من أعظم الزاد لإصلاح قلبك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الذي بعد هذا أخلاق النبي وشمائله. يا سلام لما تجيب كتاب زي مختصر الشمائل المحمدية، شيخ الألباني شيخ الألباني رحمه الله اختصر وحققه، جاب الشمائل بتاع الترمذي اختصر وحققه. لما تقعد بقى تعيش كده، تعيش لسه مخلصين في قراءتي فضل من تلال الفجر النهاردة، تعيش كده بقى مع قيام النبي صيام النبي عليه الصلاة والسلام زهد النبي شكل النبي وكل حديث مكتوب جنبه صحيح ولا ضعيف عشان تاخد الصحيح وتتعبد لله بيه. وطول ما انت قاعد تقرا قاعد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد جميل زينو له كتيب صغير برضه ولكن للاسف ما هوش معايا الان، كتاب اسمه برضه الشمائل المحمديه، كتاب صغنن قد كده اهو، مليان كلام عن اخلاق النبي يدوب القلب، مواقف كرمه، مواقف شجاعته، مواقف صدقه، مواقف اخلاقه، مواقف تقعد تقرا وقلبك يتوهج بالنور. تخرج عايز تبوس ايد مراتك وتشطب لها المطبخ، ليه؟ لانك قارئ النبي مع اهله كان ايه؟ عايز تحضن كل اخوانك وتخدمهم لانك قارئ النبي مع اصحابه كان ايه؟ عايز تخدم كل البشريه لانك قارئ النبي عليه الصلاه والسلام كان كرمه ايه؟ عايز تعبد ربنا ليل نهار لانك قارئ النبي كان عبادته ايه؟ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بالطريقه اللي بتقعد تستشعر بها هذه المعاني بتديك قوة في الحياة مهولة، غير انها بتبقى مخلصا من قلب بقى زي ما قلنا في الاول ربنا يصلي بك عليها بقى 10 ويرفعك بقى 10 درجات. الصلاة على النبي بترفع يا جماعة، صلاة على النبي بترفع الايمان، صلاة على النبي بتفتح الابواب المغلقة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني بتفعل افعال عظيمة بينك وبين ربك. يعني طبعا انا بحاول اقفل الدرس سريعا جدا 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 عشان عرفت ان دكتور عبد الرحمن الصاوي حبيب قلبي وقرة عيني معانا النهاردة. طبعا وحشنا جدا جدا وزعلانين منه جدا لانه هو من قبل رمضان وهو في السعودية زمانه راجع متوهج بقى يا جماعة، صح ولا ايه؟ وانتوا عارفين دكتور عبد الرحمن الدرس الاسبوع بتاعه امتى؟ سبت، والنهاردة ايه؟ الجمعة، يعني بكرة ايه؟ السبت. يعني باذن الله سبحانه وتعالى حد اكتشف لنا موقعه بس حد فين مستخبي وراء الرجل الاصفر حد يكتشف لنا موقعه، ربنا يبارك في عمرك، حد يكتشف لنا موقعه. يعني دكتور عبد الرحمن ان شاء الله باذن الله الدرس بتاعه من اول بكره، وطول عمري يعني بعتبر ان درس دكتور عبد الرحمن ده طول ما هو شغال انا متدفي. عارفين احساس الدفيان؟ حاسس انها دفيان. ليه؟ لانه ما شاء الله كتاب الله يعني يتحدث عن سنة النبي ويركز على علاقة الاخوة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحاسس ان بدون ما ننسق مع بعض احنا دويتوا مع بعض. يعني طول عمري بحس كده ان اللي بيحضر درس الجمعة ده من ايام درس الجمعة بتاع السلام من 8-9 سنين ولا 10 سنين، وبيحضر درس السبت بتاع دكتور عبد الرحمن برضو من ايامها، بحس ان اللي بيحضر الدرسين ده بيبقى مختلف. ليه؟ بحس ان هو فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني درس دكتور عبد الرحمن بيصبغه صبغة يعني فضل ومنة الله، فيها ارتباط بالسنة، ارتباط بالعلم، ارتباط. يعني نحرص على درس السبت ان شاء الله قبل ما دكتور عبد الرحمن ندبسه ان يطلع يقول لنا كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكلنا شوق لسماعه. قبل ما يعني ان شاء الله بإذن الله نجيبه wanted، عارفين يعني wanted يعني جاي يعني عشان بس ما يتعذرش. يعني هتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة؟ صلوا على النبي يعني يا مرة اتكلمنا كده وخلاص، ولا هتثبت كل جمعة بقى قبل الصلاة ساعة ساعتين او قبل المغرب ساعة ساعتين؟ ايه رأيكم يا اخوانا؟ هتعمل ايه؟ هتقوم الليلة بالصلاة على رسول الله، ما تيجي كلنا نجربها الليلة. ده انا متعلمها من دكتور عبد الرحمن اصلا. يعني اذكر وانا قاعد اول مرة سمعتها في حياتي وانا حاضر له فيها وهو يتحدث عن قيام الليل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هتجرب انك تقوم ليلة كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل تفريج الكروبات، هتعمل ايه؟
ها الدرس ده زي ما قلنا احنا عايزين ايه اخواننا على النت طبعا ايه ابطال ما شاء الله عتاولة بيجيبوا الدرس وبيقوموا ملخصينه بحيث انه يعمل ورقة هل صليت عليه اليوم باذن الله وماذا استشعر وانا اصلي على النبي. انا عايز بقى اخواننا او اخواتنا اللي هيلخصوا الدرس ان شاء الله لماذا استشعر وانا اصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1 2 3 في نقاط واضحة مفهومة يبقى الورقة اللي يمسكها يستفيد منها باذن الله سبحانه وتعالى انه يتحمس في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. واذا طلعت حلوه ممكن نبقى نوزعها في الدرس كمان ان شاء الله باذن الله. ولكن انا عايزك انت تعملها بخط ايدك, انا عايزك انت تعملها نفسك, انا عايزك انت تسمع الدرس تاني وترتب تاني ماذا استشعر وانا اصلي على النبي. اتعبوا يا جماعه, نعم اجر الذاكرين نعم اجر العاملين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. كان نفسي ان احنا نعمل مجلس قراءه في الشمائل المحمديه, يعني نعمل مجلس نقرأ الأحاديث الصحيحة بتاعته ونحن نتدارس عظمة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لسه يعني ايه يعني مش عارف ممكن يبقى المجلس ده امتى, يعني فكرت كده في الورش يعني يعملوا, انا فكرت انه يبقى الجمعة يعني من العصر للمغرب مثلا نعمل مجلس كده مثلا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويعني نجتهد فيها. ولكن فعلا باشمهندس علي بيقول ممكن في الورش يبقى فيه هذا الامر او نعمل هذا الامر, يعني نجتهد كده واقتراحاتكم معانا باذن الله سبحانه وتعالى. هذه اول مرة اخواننا اللي فازوا في مسابقة صورة الحج بتاعة يوم عرفة سلسلة تفسير صورة الحج اللي شرحناها, اخونا حسام عبد الله ده الظرف بتاعه, اختنا امل سمير, اختنا دعاء حسن, اختنا ريهام عاصم, اختنا هناء احمد عوض, اخونا محمد الشهاوي. يبقى من الرجالة محمد الشهاوي وحسام عبد الله, ومن النساء هناء عوض ريهام عاصم دعاء حسن امل سمير. الست تظرف بالثروات اللي موجودة جواها مع باشمهندس علي زيادة باذن الله سبحانه وتعالى. جزاه الله خيرا, ربنا يبارك فيكم. مع دكتور عبد الرحمن الصاوي بقى. دكتور عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين انا ممكن اشتاله برضو بس مرضيتش. تالي اللي اسمع درس الدكتور حازم يعني وبعده عبد الرحمن يبقى ارهابي رسمي. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. نعمة الحياة ان نرى هذه الوجوه في الجنة, والله العظيم انا احيانا كده بستحضر ان الوجوه دي تبقى معانا في الجنه, تبقى جنه بجد. نسال الله تعالى ان يجمعنا بهذه الوجوه الكريمه الطيبه المباركه مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. بتقولوا امين؟ ما صليتوش على النبي برضه ما تقولوش امين؟ اللهم اجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد. والله يا اخواني انا لا اريد ان اطيل عليكم, لكني اعرف امراه فاضله كريمه ما أكثر أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. كتير جدا ما بتشوف النبي في المنام, يعني لدرجة أن هي مثلا لما تقابل مشكلة في الشغل عندها تشوف النبي يقول لها اعملي كذا عليه الصلاة والسلام. لو عيالها عملوا لها حاجة شوف النبي في المنام يقول لها خلي بالك من البنت الفلانية أكثر من البنت الفلانية, على طول ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أعرفها فظللت أبحث عن السبب لماذا هي ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على طول, كثيرا ما ترى النبي عليه السلام. وظللت أركب حالها فوجدت يدها اليمنى دائما مختفية تحت خمارها, فلما رفعتها وجدت أن المسبحة في يدها دائما تصلي على النبي, على طول بتصلي على النبي وهي بتتكلم معانا بتصلي على النبي عليه السلام. يمكن أنا ذكرت لكم هذا قبل ذلك, أكثر من رأيته في حياتي يذكر الله جل وعلا الشيخ ابن باز, الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لو أنت بتسأله سؤال
بكلمه كده أسأله سؤال، أنا بكلم هو مستنيني 3 ثواني على ما خلص السؤال، 3 ثواني دول هو بيذكر ربنا فيه، لا يتوقف لسانه، إما أن يرد على سؤالك وإما أن يذكر الله جل وعلا. حتى قال بعض أبنائه وهو نائم يتحرك لسانه، هو نائم يتحرك لسانه، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هي صلاة على النبي وذكر الله، أنت تقول صلى الله عليه وسلم صليت على النبي وذكرت اسم الله جل وعلا، حين تقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، تذكر الله جل وعلا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يجمعكم الله جل وعلا به في الجنة. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أخي الدكتور حازم حفظه الله تعالى شوقنا إلى قراءة مختصر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أو الشمائل المحمدية للترمذي، فلنعاهد الله جل وعلا. وأنا هو أثناء كلامي أنا يعني نويت ذلك أن أقرأه مع أهل بيتي، فهي كل المتجوز يروح من الليلادي يقرأه مع زوجته كل يوم 2 صفحات 3، واللي مش متجوز ربنا يجوزه عشان يقرأ الشمائل المحمدية، أو يمكن لو قرأ الشمائل المحمدية ربنا يجوزه، صح برضه؟ يبقى يعني بداية الخير بداية البركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أكثر الآيات التي أحبها قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لولا النبي كان زماننا إيه؟ كان زماننا فرعنا، صح؟ بنسجد لخوف وخفرع ومنقرع وتوت عنخ آمون ومتحتب ومش عارف الأسماء، كان زماننا بنسجد لدول، أو كان زماننا بنسجد لعيسى من دون الله، صح؟ أو حتى لو من سكان الجزيرة العربية حول الكعبة كان زماننا نسجد لهبل ومناة. لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا عباد الأصنام، لكنا عباد الفئران. لولا النبي عليه الصلاة والسلام الذي امتن الله جل وعلا به علينا، امتن الله جل وعلا به علينا، ربنا بيقول في الآية لقد من الله، من يعني ايه؟ الفرق بين من وأنعم، الفرق بين من وأنعم. أنعم العلماء بيقولوا إن النعمة عطاء من الله جل وعلا ربما يكون لك سبب فيه، يعني استغفرت ربنا الليلة دي 1000 مرة ربنا رزقك 10,000 جنيه، ال10,000 جنيه دول نعمة ولا لا؟ بس انت عملت ايه؟ استغفرت ربنا 1000 مرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يبقى المدد، المال ده نعمة من الله لأنك استغفرت. طب لو اعطاك بدون ما تعمل حاجة هي دي المنة، عطاء من الله جل وعلا ما قدمت له شيئا. هل منكم أحد قدم شيئا ليعطى رسول الله؟ حد منكم عمل حاجة عشان ربنا يعطيله منة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. عشان كده دايما لما تيجي تسأل واحد ايه هي أول نعمة ربنا ادها لك ايه؟ يقول لك الإسلام. لا، في قبل الإسلام، قبل ما تتولد أصلا وقبل ما تكون مسلم في نعمة الإله الواحد ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه لأبيك وأعطاه لجدك وأعطاه لآبائك وأجدادك، منة من الله جل وعلا ما قدمت لها شيئا وما بذلت لها شيئا، أعطاك الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نستحق. أي والله إحنا ما نستحقش النبي، ما نستحقوش. أنت عملت إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام اللي يستناك على الصراط يوم القيامة، أنت ماشي على الصراط قاعد كما أخي قال أخي الدكتور حازم، أنت ماشي تقع مرة وتمسك مرة وتتشعلق مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام عدى من الصراط والجنة قدامه وباب الجنة مستنيه وخازن الجنة مستني اللي يخبط يقول له أنا محمد عشان يفتح له، والباب قدامه ويدخل يستريح لا النبي ما دخلش مع إنه عدى الصراط وشايف الجنة قدامه. ليه؟
ينتظرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر من الصراط يدعو الله أن يسلمك. ده النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، يعني حضرتك ماشي على الصراط، اتزحلقت على الصراط بنظرة بصتها البنت في الشارع، وزحلقة تانية على الصراط بكلمة قلتها غلط، وزحلقة تانية على الصراط بسهرة على الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الجهة التانية كل ملائكة تزعل يا رب يعدي محمد، يا رب ينجو إبراهيم، يا رب يعدي فؤاد، بيدعي لك النبي اسمك اللهم سلم سلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام، انت عملت له ايه؟ عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له انت هتموت نفسك عشان دول، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هتموت نفسك من الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يعيط ليه؟ عشان ابنك مات؟ لا. بيعيط ليه يا رسول الله؟ عشان فلوسك راحت؟ لا. بيعيط ليه يا رسول الله؟ عشان كان نفسك تاكل أكلة حلوة وما لقيتش أكل؟ أبدا. بعيط عشان أمتي، نفسي كلهم يخشوا الجنة. تخيل النبي قاعد يعيط، شوف أنت أي واحد بيعيط وبتعيط ليه؟ في واحد شفته قاعد يعيط عشان النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا ما ندر. النبي قاعد يعيط ليه؟ عشانك أنت. ما يبكيك يا رسول الله؟ وربنا يرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يبكيك يا محمد؟ أمتي يا جبريل، بيعيط عشانك. فالحاجة الوحيدة اللي تسعد النبي عليه الصلاة والسلام مش إنه يأخذ الدنيا ولا إنه يأكل، لا، الحاجة الوحيدة اللي تسعد النبي أن يرسل الله جل وعلا جبريل مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إن ربك يقرئك السلام ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءه. مجرد النبي يفرح عشان أنت مسلم عشان تخش الجنة، هو ده اللي يسعد النبي عليه السلام. ألا تسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منة من الله جل وعلا علينا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم نور، لا مش نور، النور يعني جاي من حتة تانية. النبي عليه السلام سراج، يعني الفرق بين السراج والنور إيه؟ إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القمر منير إنما الشمس تضيء، إيه الفرق بينهم؟ إن القمر جاي له ضوء من بره وعكسه عليك، النبي طالع منه النور، النبي طالع من جواه النور عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا، طالع منه النور عليه الصلاة والسلام. عشان كده بغير النبي تبقى أعمى، تبقى ظلمة، بغير النبي تبقى ظلمة. أنا والله العظيم يا أخوانا، والله العظيم هذا يمكن أول مرة أجهر به، أنا أحيانا بستحضر إن مشايخنا سافروا مثلا، بلاش حاجة تانية، سافروا مش موجودين، مشايخنا اللي ربنا أكرمنا بيهم، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى الحويني، الدكتور محمد عبد المقصود، الشيخ وحيد بالي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ جمال المراكبي، مشايخنا دول مشايخنا، لو هم مش موجودين والله أنا حسيت إن أنا مش شايف، إن بقت ظلمة. عرفت بقى إحساس الصحابة لما فقدوا النبي؟ بقت ظلمة، بقت ظلمة. قال أنس بن مالك: ما وجدنا يوما أنور من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما مات رسول الله، ده أنس بيقول الكلام ده، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. الدنيا ظلمت قدام الصحابة، هو ده اللي احنا عشناه. عشان كده أبو بكر وعمر بكوا لما زاروا أم أيمن، ليه؟ هيجتهم حين ذكروا رسول الله، ليه؟ قالوا انقطع الوحي من السماء، ما مصدر النور انقطع. تخيل لو نبي كان موجود، ما انتش محتاج بقى الشيخ فلان قال ولا الإمام فلان قال ولا رأي الشافعية ايه ولا رأي الحنابلة ايه ولا قول الجمهور ايه ولا ايه، تروح للنبي عليه السلام يا رسول الله المسألة الفلانية اعمل فيها ايه، اعمل كذا، حاضر خلاص، ما فيش قول تاني.
ما فيش قول تاني تستريح. أي مشكلة زوجتي مزعلاني، أبويا أعمل إيه، أخويا قال لي كلمة غلط، الجامعة أعمل فيها إيه، الشقة اللي أنا بدور عليها أجيبها منين، أشتري شقة فين، أسافر ولا ما سافرش، أذاكر ولا ما ذاكرش، أدخل الكلية إيه. لو كان النبي موجود وسألته محتاج تسأل واحد تاني؟ خلاص. عشان كده أكبر حزن ألم بالدنيا موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فيش مصيبة أكتر من كده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي فإنها أكبر المصائب. أكبر مصيبة إنك فقدت النبي عليه الصلاة والسلام. فعزاؤنا عزاؤنا وأملنا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه السلام، لعل الله أن يجمعنا به في الجنة. هو ده الأمل، هذا هو المرتقب، هذا هو المنتظر. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، كما تفضل أخي دكتور حازم، فإن أكثركم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم منزلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه، وأن يجمعنا به في الجنة في أعلى جنات الخلد، في أعلى الفردوس الأعلى، مع إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. إنه ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل جهود أخي الدكتور حازم. إن شاء الله ألتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى، وأشكر لأخي وحبيبي وقرة عيني وتوأم روحي الدكتور حازم شومان على أدبه وخلقه وتواضعه، ودائما هو يعلمنا الأدب. ويعني والله يشهد أني إذا أردت حمية في الدعوة أو دفعة للدعوة، مجرد أن أنظر إلى وجهه أو أرى حركاته آخذ شحنة إيمانية للدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يتقبل جهده ومسعاه، وأن يحفظه وأن يجوزه الصراط يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.